السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أنا محمد تم أحييكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتي MDTV. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الفيديو بأفضل الصلوات على سيدنا محمد. اليوم الأربعاء 18 من شهر آذار مارس 2020، إذا اتخذت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة بخصوص اللاجئين وخصوصا في انتشار فيروس كورونا المستجد حاليا. إذا اتخذت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا إجراءات كثيرة للحد من انتشار الفيروس، والآن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يخفض عمله بقوة بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعلق جلسات استماع طالبي اللجوء إلا في حالات خاصة. وأعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا بامف تحجيم عملها بقوة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال متحدث باسم وزير الداخلية الألماني أمس الثلاثاء إنه لن يتم السماح للباحثين عن حماية بتقديم طلب لجوء إلا إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبيا. يعني إذا متقدم طلب لجوء في ألمانيا لازم أول شيء تروح على الاختبار مشان يختبروك فيروس كورونا، وإذا طلعت نتيجة الاختبار سلبية يعني إذا ما كان معك أعراض كورونا أو أبدا يعني فيك تقدم على طلب اللجوء، أو تعتبر حالة خاصة يعني إذا كانت معك حالة خاصة يعني، أو تثنى لهم إثبات بقائهم في حجر صحي لمدة 14 يوما. يعني إذا شكوا فيك إنه معك أعراض أو أي شيء مثلا، أو لو كان شك صغير كمان، بيحطوه بحجر صحي لمدة 14 يوم. وأضاف المتحدث إن نفس القوانين والإجراءات سوف تنطبق على جلسات الاستماع التي يتم إجراؤها في إطار إجراءات اللجوء، ويستمر تعليق جلسات الاستماع حتى 29 آذار مارس. يعني هدول القوانين والإجراءات اللي أخذتها الحكومة الفيدرالية الألمانية بلشت من يوم الاثنين 16 مارس وبتستمر ل 29 آذار مارس الجاري، يعني لحد رأس الشهر. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أعلن أمس الثلاثاء عن وجود 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 6 مراكز استقبال موجودة في 4 ولايات ألمانية. يعني 13 إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، هدول الإصابات هدول بس اللي في مراكز الاستقبال اللجوء اللي حاليا موجودة بألمانيا في 4 ولايات، والعدد أكبر بكثير طبعا في عموم ألمانيا. واتخذت الحكومة الفيدرالية الألمانية إجراءات احتسازية لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز الاستقبال. إذا هدول هاي كانت قرارات وإجراءات الحكومة الفيدرالية الألمانية بخصوص اللاجئين والمهاجرين والذين ينوون دخول البلاد في الفترة المقبلة. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، بتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتنشروه على أوسع نطاق، والسلام عليكم.